السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحافة الذي نطالع فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية وأيضا الدولية. البداية مع العربي 21 التي تساءلت: هل يستطيع حفتر السيطرة على العاصمة الليبية ومن سيدعمه؟ تقول الصحيفة: يتلقى حفتر دعما من دول عديدة ويحاول الترويج لنفسه بصفته الوحيد القادر على السيطرة على البلاد، حيث أثارت تصريحات المتحدث باسم قوات حفتر أن العاصمة طرابلس هي الهدف القادم لهذه القوات تساؤلات عن الحجم الذي يتلقاه حفتر من أطراف خارجية بما يمكنه من خوض معركة مثل معركة طرابلس. حيث قال المسماري أن طرابلس ستكون الهدف الاستراتيجي للعمليات العسكرية الخاصة بالقضاء على ما أسماه الإرهاب في الفترة المقبلة، وذكر أن لدى قواتهم قواعد جوية بالقرب من العاصمة ومن المناطق المحتمل حدوث اشتباكات فيها، مضيفا: لن تكون معركة كبرى أو طويلة الأمد، بل ستكون سريعة وخاطفة. وفي تصريحات سابقة أكد حفتر أن لديه خلايا نائمة في طرابلس تنتظر الأوامر للتحرك من الداخل، قائلا إنه سيهاجم العاصمة من جهاتها الأربع بحسب ما جاء في مقابلة له مع قناة البي بي سي في 28 يناير عام 2015. ويتساءل مراقبون حول قدرة حفتر وقواته على السيطرة الفعلية على طرابلس وعمن سيدعمه داخليا وخارجيا، كما ثار تساؤلات عن الخلايا النائمة التي تحدث عنها حفتر، إضافة إلى كيفية تعامل قوات طرابلس مع هجوم من هذا النوع. وفي سياق متصل نقرأ في العرب اللندنية: المجلس العسكري مصراتة يحذر من انتقال المعارك إلى طرابلس. حذر المجلس العسكري في مدينة مصراتة من انتقال المعارك إلى العاصمة، وأكد في بيان له دعمه الكامل لكل الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية واستتباب الأمن في كل ربوع ليبيا. وأعرب في المقابل عن رفضه محاولات الفتنة وجر المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس إلى حرب الهدف منها الاستيلاء على السلطة. وقبل ذلك حذر لواء المحجوب في مدينة مصراتة كل من تسول له نفسه المساس بأمن العاصمة ونسيجها الاجتماعي ومرافقها الحيوية لأجل أطماع سلطوية، وإن الرد سيكون قاسيا، معبرا في هذا السياق أن عهد الانقلابات قد ولى، فيما أكد المجلس العسكري لثوار زنتان أنه لا يؤيد أي عمل مسلح يجر المنطقة الغربية إلى سفك الدماء والفوضى تحت أي اسم من المسميات. وتأتي هذه التحذيرات على خلفية إعلان ما يسمى بالقيادة العامة لقوات حفتر أنها تستعد لما أسمته تحرير طرابلس. وفي عنوان آخر للعرب اللندنية نطالع: المجلس الرئاسي يتحول إلى طرف صراع جديد في الأزمة الليبية. تقول الصحيفة: بعد عامين من الكر والفر ومع نهاية العام 2016 تلوح في الأفق أزمة جديدة قد تعصف بجهود السلام وتعود بالبلاد إلى المربع الأول، فهي أزمة تشريعية جديدة، ولكنها هذه المرة ليست بين الأطراف المتنازعة السابقة على السلطة، بل في الجسم الجديد الذي أنشئ لحل تلك الأزمة القديمة المتمثلة في تعدد الشرعيات في البلاد. تصر بعض الأطراف الليبية على إنهاء مدة المجلس الرئاسي في 17 من ديسمبر الجاري، في حين تؤكد أطراف أخرى أن شرعية المجلس لن تنتهي بحلول ذلك التاريخ، لأن مدة العام التي حددها الاتفاق السياسي تبدأ من تاريخ تضمين ذلك الاتفاق في الإعلان الدستوري. ولمح مؤخرا المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى أن هناك إمكانية لفتح المسودة الأخيرة للاتفاق التي كان يرفض إجراء تعديل عليها، حيث قال:
إن شكل المجلس الرئاسي ومسألة العودة إلى المسودة الرابعة من اتفاق الصخيرات كلها قرارات تعود إلى الليبيين أنفسهم. وقد فشل مجلس النواب على مدى العام الحالي في عقد جلسة رسمية للتصويت على تضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري حسب ما نصت عليه وثيقة الاتفاق الموقعة في الصخيرات، ومطالبة النواب بإجراء تعديلات عليها، ومنها حذف المادة الثامنة محل الجدل التي تحيل جميع الصلاحيات السيادية مثل تعيين القائد الأعلى للجيش إلى المجلس الرئاسي بدل مجلس النواب. نتوقف عند العربي الجديد التي كتبت 2500 قتيل لداعش في سرت وقوات الرئاسي تؤمن المدينة. وقال الغصري إن هذا العدد يشمل قتل التنظيم منذ انطلاق عملية البنيان المرصوص في مايو الماضي، لافتا إلى أن عمليات التمشيط تكشف كل يوم عن مزيد من الجثث في قبور جماعية أو وسط الأحياء السكنية. كما أوضح الغصري إن عمليات التأمين الحالية التي تلت التحرير واسعة وتشمل التحقيق مع الأسرى للتوصل إلى معلومات قد تفيد في القبض على خلايا نائمة داخل المدينة أو خلايا متحركة خارجها، وأن عمليات التحقيق تشمل أيضا دراسة مئات الوثائق الألكترونية والورقية التي عثر عليها صحبة أسرى التنظيم أو داخل مقارهم للتوصل إلى كيفية عمل التنظيم والجهات الداعمة له وكيفية وصوله إلى المنطقة، لافتا إلى أن نتائج هذه التحقيقات لا يمكن الكشف عنها في الوقت الحالي. وعن وضع المدينة الحالي قال الغصري: الحياة عادت إلى بعض الأحياء لكنها أغلبها لا يزال غير مؤمن، ونحن نقوم بالواجب من أجل تسهيل عودة المواطنين النازحين جراء الحرب. ونتابع في القدس العربي: قاتل السفير الروسي في تركيا شرطي، واتصال بين أردوغان وبوتين. أعلن رئيس بلدية أنقرة مليح جوغ تشيك أمس الاثنين أن قاتل السفير الروسي في تركيا شرطي ويدعى أندريا كارلوف، فيما أعلنت قناة CNN تورك اعتقال والدته وشقيقته وهو منفذ الجريمة. ونقلت صحيفة يعني شفق الحكومية أن مطلق النار على السفير الروسي عنصرا في قوات مكافحة الشغب. في غضون ذلك أكد رئيس لجنة الأمن في الدوما الروسي أن فقدان السفير في أنقرة حياته على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدفه خلال مشاركته في معرض صور لن تؤثر سلبا على العلاقات بين تركيا وروسيا. من جهتها قالت الخارجية التركية: لن نسمح بأن يؤثر اغتيال السفير على العلاقة بموسكو، فيما شدد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن الحادثة تهدف إلى عرقلة العلاقات التركية الروسية، وأن كلا الدولتين لن تسمح بذلك ولن تقع في فخ الإرهابيين. فيما كشفت CNN تورك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد مقتل السفير، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستطرح قضية اغتيال سفيرها في تركيا على مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء. الآن نعرج بكم على المستقبل اللبناني لنطالع: الحيوانات أغلى من الألماس، حيث تبين أن امتلاك حيوان أليف ليس بالأمر السهل، فمتوسط تكلفة رعاية القط أو الكلب تبلغ نحو 17,000 جنيه استرليني، لكن بعض محبي الحيوانات الأثرياء ينفقون الكثير عند اختيار أفضل صديق لهم ناهيك عن تغذيته ومكان إقامته. وكشف خبير الحيوانات الأليفة سيمون بوث المؤسس لشركة جرين بانتري عن قائمة بأغلى الحيوانات في العالم، وهي الحصان. تستقطب الأحصنة اهتمام الأثرياء، فسباق الخيول رياضة الملوك، ويعد جرين مونكي أغلى حصان في العالم. فعندما بيع في مزاد علني وصل ثمنه إلى 16 مليون دولار. كلب الماستيف التبتي ضخم جدا كثيف الوبر، ينتمي إلى هضبة التبت، ويصل سعره إلى 1,140,000 جنيه استرليني. بقرة هولشتاين
وهي من سلالة الأبقار التي تشتهر بأنها أعلى الحيوانات إنتاجاً للحليب، وبيعت عام 2013 بنحو 1,200,000 دولار. كلاب لابرادور أحد أفضل أنواع الكلاب الأليفة المحبوبة، بيع في عام 2012 بنحو 155,000 جنيه استرليني. الأسد الأبيض، ويأتي في نهاية هذه القائمة، حيث تعيش الأسود البيضاء في حديقة كروجر الوطنية جنوب إفريقيا، ويوجد 300 أسد في البرية فقط، ويصل سعره إلى 155,000 جنيه استرليني. ونختم بانوراما الصحافة كالعادة بالكاريكاتير. بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من بانوراما الصحافة. موعدنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.